حضرات النواب والنائبات، هذه فرصة طيبة باش نقدموا الوضع الاجتماعي في تونس ونشاط الوزارة والحكومة في المجال الاجتماعي من خلال الشهرين اللي مروا على تسلم الحكومة مقاليد الحكم. تعرفوا اللي استحقاقات الثورة اشترها اجتماعي، والبقية هي الحرية والديمقراطية ودولة القانون. الاستحقاق الاجتماعي هو أساس اللي انطلقت منه ثورة، والدليل على ذلك أنه خلال سنة 2011 وزارة الشؤون الاجتماعية سجلت قبول 1,400,000 ملف اجتماعي يهم بالأساس 800,000 بطاقة علاج مجاني أو بتعريفة منخفضة، 200,000 معوق، و 400,000 بحالات مختلفة من حالات المعوزة والمسنين وفاقدي السند. هذا دليل على أنه سنة 2011 كانت سنة الاستحقاق الاجتماعي بكل معانيه، وأن المطالب الاجتماعية هي اليوم المحور الأساسي. لذلك احنا نقول أنه يتسمى معناها الظرف الاجتماعي للبلاد على غرار الظرف الاقتصادي بتعدد الصعوبات والمشاكل وتداخلها نتيجة تفاعل عدة عوامل، من أهمها المطالب الاجتماعية الملحة كما قلت لكم 1,400,000 الصادرة عن المواطنين على غرار الوضعيات الاجتماعية الخصوصية كالعائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل ومختلف الوضعيات الاجتماعية الخصوصية، وكذلك وضعيات الجهات التي تعاني من الحرمان وتعدد الإشكاليات التنموية وانتشار الفقر ومظاهر التهميش والإقصاء الاجتماعيين، وهي كلها وضعيات تتطلب تدخلات اجتماعية واقتصادية هامة وناجعة للمساندة والدعم ولمعالجة الإشكاليات. كذلك وضعيات الجهات والمناطق المتضررة من التقلبات المناخية الصعبة التي تعرفها بلادنا، موجة البرد والثلوج والفيضانات، وما اقتضته من ضرورة تنسيق الجهود وتدخلات الحمائية والإسعافية لهياكل الدولة وللمجتمع المدني وتنظيمها وإحكام توجيهها للمناطق ذات الأولوية. الموجة متاع البرد ومتاع التقلبات المناخية نجم نقولوا يمكن سنة تونس أفضل من قبل، لأنه كي نقارنوا عدد الوفيات أقل بكثير من اللي كانت تكون قبل ما كانوش يعلموا عليها. تضافر جهود الدولة عبر الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني مشكور، اللي السنة أول مرة فسح له المجال قبل اللي يعطي إعانة يلقى روحه في الحبس. اليوم اللي يواجه الإعانة الدولة تحميه. هذا التغيير الكبير اللي وقع في تونس. الحقيقة لاحظنا أنه ما ثماش تنسيق كبير بين الوزارة والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي والمجتمع المدني باش ما يقعش الدوبل امبلوا، باش الناس اللي يستحقوا الإعانات ياخذوا الإعانات نتاعهم ما ياخذوش مرتين. ضروري أنه نتفاداوها، نتمناو أنه الحالات هذه ما تكررش. لكن نجم نقول اللي مثلا الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي وزع خلال فترة الشتاء الأخيرة، معناها منذ تولي الحكومة أو قبل بقليل من ديسمبر، 280 طن من المواد الغذائية، 38,000 قطعة ملابس، 17,000 أغطية صوفية وحشائية. هذا دليل على أنه مجهود متاع الدولة مهم بالنسبة للسنة هذه، وكان معناها التوقعات المناخية مكنتنا مش أنه نعمل عملية استباقية، أنه حضرنا المخازن متاعنا داخل الجمهورية وفي الجهات اللي تمست بموجة البرد والثلج والفيضانات قبل معناها حدوثها، وتمكننا من وصول مش 100% لكن أفضل مما كان قبل، ومزلنا المجهود هذا نعرضه فيه. جاتنا الإعانات من الدول الشقيقة بالخصوص العربية السعودية وقطر والإمارات، هي إعانات مش بطلب منا وإنما بمبادرة منها، وهي مشكورة. احنا في تونس عندنا ما
المجتمع المدني والدولة عندما يكفيها، لكن هذا إضافة مشكور عليه. مكننا باش نواجه الوضعية هذه بكل صعوباتها، أنه في موجة الفيضانات الكبيرة ما تقع كان أظن زوز وفيات، من عش السيد وزير الداخلية نجم يثبتني كان أخطأت، هذه تسمى معناها نجاحات، لأن مكننا باش نعلم المواطنين أنهم يغادروا ويحمي نفسهم، وحلينا معناها مراكز الإيواء لتفادي الوضعيات هذه. نقطة أخرى هي الوضعيات الاجتماعية لبعض القطاعات المهنية والاجتماعية الخصوصية وبعض الأصناف المهنية التي تتطلب تدخلات عاجلة، سواء لتسوية النزاعات المهنية أو لتذليل الصعوبات جراء تنفيذ القرارات التي اتخذتها الحكومة لتسوية أوضاعها على غرار عملة المناولة والحظائر والأعوان البلديين. احنا بالنسبة للمناولة تعرفوا القرار اللي اتخذ بالنسبة للمناولة في القطاع العمومي قاعدين بصدد اتمامه، وعندنا حوارات مع اتحاد الشغل فيما يخص اتمام الملف بتاع المناولة في بعض القطاعات اللي مازال ما كملش، وكل الاضراب اللي يعني عليه اضراب عام اللي هو لكن اضراب عام في المناولة مش اضراب عام في البلاد، تمكننا من تجاوزه، وحاليا ثم لجنة تنكب وعندها الى موفى شهر مارس باش تنتهي من الملف هذا. كذلك الحظائر، تعرفوا ملف الحظائر هذا ملف كبير، حاليا نقدروا معناها عملت الحظائر ب 58,000، وانه معناها عديد الطلبات في توسيع الحظائر زياده في العدد، لكن كذلك ثم عديد الاحتجاجات تقول اللي ثم ناس عندها في الحظائر لكن مش قاعده تستغل في الحظائر، وانما تاخذ في شهري وقاعده في ديارها وتعتاو بالمزايا وبالتدخلات. احنا باش نجهدوا على انه المساله هذه باش تتنحى، انه اليوم باش نعملوا عمليه جرد من بعد للحظائر، وباش نعملوا على نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى اللي ما عندوش شغل حقيقي باش يقع حالته على اليه اخرى، واللي عنده شغل حقيقي يلزم يكون عنده على الاقل في مرحله اولى اجر يقدر بالاجر تاع 48 ساعه سميك 48 والتغطيه الاجتماعيه، في انتظار ادماجه تدريجيا عبر السنوات في الوظيفه العموميه. هذه قرار حكومي ومش نعمل على تنفيذه سنه 2012، وهذا مهم واشاره كبيره للناس اللي حقيقه قاعده تخدم في الحظائر ومش قاعده تاخذ في حقها. عديد الوزارات تمشي حتى في وزاره العدل تلقى شكون يخدم في الحظائر ويخلص على الحظائر وهو يخدم في وزاره العدل، وهذه وضعيات غير مقبوله. مش نعملوا على معناها غلق الملف نهائيا. كذلك تشترك المطالب الاجتماعيه في بعض الجوانب من اهمها، اولا مشروعيه المطالب واهميتها في ضمان مقومات الكرامه الاجتماعيه، ثانيا صبغه التاكد القصوى لبعض الملفات بسبب انعكاساتها واثارها الاجتماعيه السلبيه وما تخلفه من تعميق التوترات وتضخيمها. واكثر معناها الملفات اللي شفتوه وضعيه الاحتقان الاجتماعي في الحوض المنجي، وضعية كبيرة متراكمة منذ سنين. 2008 كان للانفجار، لكن هي الأزمة بدأت من قبل لأنه النظام السابق ما عرفش كيفاش يسير الأمور في المنطقة في منطقة الحوض المنجمي وفي شركة فوسفات قفص. فبدينا بفتح الحوار مع جميع المكونات من نقابات، من ممثلين المجتمع المدني، من حركين اجتماعيين وسياسيين، من نواب في المجلس الوطني التأسيسي، وتمكننا على الأقل من فك الفتيل في بعض الجهات، ورجعت عملية الإنتاج في الحوض المنجمي بحوالي 75%. مازلنا ما صرناش معناها لنسبة 100%، لكن نحن نأمل أنه عندنا جلسات تفاوض. قمنا بجلسة تفاوض في المتلوي مع مجموعة المتلوي وكانت إيجابية، والوضعية في المتلوي الآن مستقرة ويمثل 60% من الحوض المنجمي. كذلك عندنا لجنة تفاوض مع الرديف ومع الاتحاد العام التونسي للشغل، وفي الأسبوع القادم عندنا لجنة مع أم العرايس، مجموعة من أم العرايس، باش نتحولوا نتناقشوا في جميع الملفات، جميع الملفات الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة هذه، من أجل معناها إعادة الحياة للمنطقة هذه وتمكين شركة فوسفات قفصة من معناها استرجاع نشاطها. لسبيل المثال انه شركه فوسفات قفصه تنتج سنويا كانت
2010 8 ملايين طرناطة من الفوسفات، هبطت في سنة 2011 إلى 1.5 مليون. استرجعنا في شهر جانفي 250 ألف طرناطة تم استخراجها في شهر جانفي، وهذا يعتبر معناها انطلاقة طيبة. تمكنوا من أنه السلم الاجتماعي والوضع الاجتماعي استقر، ويمكن المنطقة من أنها تنهض اجتماعيا واقتصاديا، وأنه شركة تؤدي خدمات متاحة، وإحنا في حاجة إلى الانتاج متاحة والعملة الصعبة اللي دخل فيها لتونس. حبيت نقول اللي وزارة الشؤون الاجتماعية رغم كثافة المطالب ورغم الوضعية الصعبة اللي عاشتها الوزارة سنة 2011، لكن المصالح تمكنت من أنها الأعوان تاع وزارة الشؤون الاجتماعية، وأنا هنا نحب نحييهم للصبر متاعهم وللهدوء متاعهم، تمكنوا من أنهم يستقبلوا المواطنين ويدرسوا الملفات ويحاولوا أنهم يغيروا الصورة اللي كانت عند المواطن لوزارة الشؤون الاجتماعية وللوحدات المحلية اللي كانت معناها دائما غير محبوبة وينعتوها بجميع النعوت، لكن الوضعية تغيرت تدريجيا. نجم نقول لكم اللي حاليا في المصالح المركزية لوزارة الشؤون الاجتماعية نتقبلوا حوالي 100 ملف يوميا، 100 مواطن يتقدم للمصالح المركزية باش يجيب ملفه للمصالح المركزية، وانه ثم شكون يتقبلوا وشكون يوجهوا وشكون معناها يعتني بالملف والملفات، الكلهم معناها في المنظومة المعلوماتية كله انفورماتيزي، معناها الورق ما عادش موجود، معناها عادش ثم ورق. هذه معناها الاصلاحات اللي بدات في 2011 وحنا نحبوا نطوروها اكثر. كذلك حبيت نقول الاعانات الاجتماعيه للعائلات المعوزه كانت ديما يقولوا تحت مسؤوليه المعتمد ورئيس الشعبه ولجنه التنسيق وكذا، من بعد الثوره اصبحت معناها ثم لجنه جهويه تحت اشراف وزاره الشؤون الاجتماعيه، لكن بتشريك المجتمع المدني والحكومه في المجلس الوزاري الاخير اقرت انه التشريك الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد الشغل باش يكون قار في اللجان اللي تعطي الإعانات للعائلات المعوزة. كذلك في الإطار هذا الحكومة في خطابه رئيس الحكومة أعلن أنه باش يقع الترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة من 70 إلى 100 دينار، وأنه باش ناخذوا إضافة إلى العائلات اللي عندنا 50 ألف عائلة إضافية، مما العدد بتاع العائلات المتحصلة على المتمتعة بالمنحة العائلات المعوزة باش تكون 235 ألف في 100 دينار شهريا، معناها التكلفة المالية متاعها ماهيش هينة. هذه معناها الإجراءات اللي أقرتها الحكومة منذ انطلاقها فيما يخص العائلات المعوزة. التوجه متاعنا هو أول حاجة نعاونوا أكثر الناس فقر، ثم الناس اللي الفقر بتاعهم أقل، ثم العائلات اللي عندهم شغل غير قار، ثم حسنوا وضعية الناس اللي عندهم شغل لكن معناها عندهم وضعية متدنية صعبة من ناحية الأجر. هذه السياسة العامة للحكومة في المستوى الاجتماعي. لذلك احنا فيما يخص تحسين وضعية الأجور والمطالب اللي كثرت اليوم وعديد تشوفوا الإضرابات، والآن معناها مسألة المنحة متاع 70 دينار اللي الناس كل تحكي عليها اللي خذتها ثلاثة وزارات. قبل قدوم الحكومة الحالية الحكومة اللي قبلنا أقرت منحة ب 70 دينار لبعض الوزارات اللي هي الوزارة الأولى، وزارة المالية ووزارة الشؤون العقارية، مما أدى إلى مطالب عديد الوزارات الأخرى بمعناها تسوية الوضعية على غرار زملائهم في ثلاثة وزارات، وهذا معناها مطلب معقول، مطلب معقول، وإحنا معناها طرحينه مع اتحاد الشغل وفتحنا حوار مع اتحاد الشغل، وقع لقاء بين الحكومة والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، ثم كان من المقرر أنه اشتاق اجتماع بين لجنة مشتركة بين الحكومة، خمسة وزراء من الحكومة وخمسة من قيادة اتحاد الشغل، وكان من المقرر أنه باش تنعقد الاجتماع الأول يوم الخميس الفارط. جاء إضراب
البلدين، ضرب البلدين وما تبعوا من وضع احتقار نجم نقولوا أزمة بسبب التراكم معناها الزبلة أمام مقرات الاتحاد، معتبروا الاتحاد معناها هجوم عليه. احنا كحكومة قلنا أنه الاتحاد شريك للحكومة وللبلاد، وأنه احنا نعتبروه أنه من منظمة وطنية عندها قيمة تاريخية في بلادنا وقيمة تعديل اجتماعي في بلادنا اللي ما يضاهيها أحد، وأنه طرحين النقاش وتشريك الاتحاد في الحوار الاجتماعي، وقدمنا لهم ملف حول الوضع الاقتصادي تحذيراً لقانون المالية التعديل. جاء الإضراب وإحنا طلبنا منهم أنه الإضراب هذا يتأجل باعتبار عنا جلسة يوم الخميس، ما تمكنوش من إلغاء الإضراب نظراً للمطالب القواعد وللمطالب للنقابات وهيكل النقابية، لكن إحنا نعتبر أن الوضعية هذه يمكن تجاوزها وبش يقع تجاوزها، وعندنا جلسة يوم السبت بين وفد من الحكومة ووفد من اتحاد الشغل، ونتمناو أنه الوضعية اللي عشناها أسبوع الفارط تطوى نهائيا وترجع العلاقة هي علاقة شراكة واحترام، واحترام الاستقلالية، والحكومة هذه مشغولة باش تدافع على استقلالية الاتحاد وتحميها. هذه معناها مما لا شك فيه، واحنا معناها متأكدين أنه النقابيين في جلهم شاعرين بالمسؤولية، الوضع الدقيق اللي تمر به البلاد من ناحية الاقتصادية، أنه ضرير اليوم أنه نأمنوا الانطلاقة الاقتصادية الجديدة لتونس، وأنه اليوم الأساسي وهذا بالنسبة لنا احنا متأكد أنه السلم الاجتماعي أو الهدنة الاجتماعية تتبنى عبر بناء ثقة وشراكة متبادلة، وثقة هذه بتجب تكون كان بالحوار وبالمصارحة، والحكومة سوف تصارح الاتحاد والشعب ويقع تصارح فيه من خلال المنبر هذا حول الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلاد وإمكانيات تونس في سنة 2012، وأن أهداف القانون المالية والميزانية التكميلية باش يكون أساساً مبني على موازنة فيما يخص المحافظة على التوازنات العامة للاقتصاد والقيام بإصلاحات اجتماعية اللي هي مطلب شرعي للشعب التونسي من أجل بناء معناها سوكل سوسيال اللي يمكن أن المجتمع التونسي باش أنه يتمان وأنه ينطلق في العمل، وأنه عملية الإصلاح بدأت من توا وباش تتوصل. هذه الأشياء اللي حبيت نعبر عليها فيما يخص ما سمي بالأزمة مع اتحاد عام تونسي الشغل، وأنا أعتقد أنه الأزمة هذه باش يتم تجاوزها، وأنه الملف باش يكون معناها منسي بعد أيامات منذ أن تنطلق المفاوضات مع الاتحاد عام تونسي للشغل. نرجع لمجال الفقر اللي هو من أهم اهتمامات الوزارة، لأنه يطرح عديد الإشكالات. الإشكال الأولى اللي عند عامة الناس، وأنه الإعانات وبطاقات العلاج المجاني والحظائر يتم توزيعها بالوجوه وبالتدخلات، وأنه برشا ناس ما تستحقش وعنده كرهبة وعنده بطاقة علاج مجاني. لذلك معناها المجلس الوزاري المضيق الأخير قرر باش يقوم بعملية جرد، ومعناها باش نهتموا بالعائلات المعوزة وبطاقات العلاج اللي تمثل حوالي 800,000 عائلة، باش نعمل عملية جرد ومسح، باش نعملوا دفتر الفقر، وباش نحاولوا نقيموا بالأسماء العائلات الكل، باش اللي يستحق ياخذ واللي ما يستحقش ما ياخذش. هذه أقل ما نجموا نعملوه كاستحقاق من استحقاقات الثروة لمقاومة الفقر. يعني الشيء هذا بالعملية هذه باش تنطلق في 2012، ونتصور أنها باش تتواصل في 2013. عملية كبيرة ماهيش سهلة، فيها حتى بعض المخاطر، باش نشاركوا فيها صاحبي أصحاب الشهادات اللي
توا في منظومة أمل باش نشاركوهم في العملية هذه، باش تطلب منا معناها جهود كبيرة ومعناها تمويل خاص، لأنه مش عملية بسيطة أنه باش نعملوا دراسة للوضعية الاجتماعية ل 800,000 عائلة تونسية. تتصوروا شنو الصعوبات والإشكالات، وبالخصوص الناس اللي عندها إعانات وبطاقات وما تستحقش. تصوروا الوضعية متاع الناس اللي باش تعمل البحوث هذه وباش تمشي تدرس الملفات الاجتماعية. مجال آخر من مجالات نشاط الوزارة هي الضمان الاجتماعي. في مجال الضمان الاجتماعي تتمثل أهم التحديات في تحقيق التوازن المالي لأنظمة الضمان الاجتماعي والمحافظة على ديمومتها في إطار استراتيجية متكاملة لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، ثم الشروع في تحيين الدراسة تم الشروع في تحيين الدراسة الاشرافية للأنظمة التقاعد على ضوء المعطيات الديموغرافية والاقتصادية ونتائج الأنظمة، قصد عرضها من جديد على أنظار اللجنة الاستشارية لمتابعة الدراسة الاستشرافية لأنظمة التقاعد التي تضم ممثلين عن الإدارات المعنية والأطراف الاجتماعية، وذلك قبل عرضها على الحكومة لإقرار جملة من التوجهات يتم التشاور بشأنها مع ممثلين عن الأطراف الاجتماعية. تعرفوا الوضعية الصناديق توا صعبة جدا، معناها صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية يخلص بالخلاف، وطلبنا من وزارة المالية واستجابت مشكورة أنه تعطينا تسبقة يوم 20 من كل شهر باش نجموا ندفعوا معناها الجرايات تاع التقاعد يوم 22 باش يخلطوا المستحقيها قبل آخر الشهر. يعني وكان مؤسسة ما تمكنش باش تدفع معناها مستحقات الصندوق في شهر، نجموا نقاوروا احنا في وضعية صعبة. مش ممكن اليوم أنه نسكتوا على الوضعية هذه. كذلك الصندوق الوطني للتأمين على المرض معناها في وضعية حرجة. التأمين على المرض توازن نتاعه مفقود بقيمة 160 مليون دينار، والصندوق شدد روحه التوازن، فما توازن فضل معناها حوادث الشغل، تمويل حوادث الشغل، لكن هذية ما نجمش تواصل بعد 2014. كذلك بالنسبة للسينسيس الوضعية هذية مش ممكن اليوم أنه نواصله في الوضع هذية، وضع معناها صعب. ضروري أنه الحوار يتفتح من أجل حاجتين: أنه الصناديق تسترجع التوازن نتاعها، وأنه نسل كل جميع الشركاء الاجتماعيين والسياسيين يكونوا متفقين على تمويل آخر، الناتور شيمات في نصب. يجب طريقة أخرى لتمويل الصناديق نتفقوا عليها بعملية تشاركية. ثاني حاجة مش نحسنوا في الخدمات الصناديق هذه، وبالخصوص صندوق التأمين على المرض اللي رغم كل موضوعية ثم تحسن كبير فضل الصندوق، لكن اليوم فما عديد النقودات بالنسبة لخدمات الصندوق اللي برشا ناس ترى فيها ما هيشي في المستوى المطلوب. لكن هذه خبزة جاتو، مش نتفاهموا كيفاش باش تقسم، ونتفاهموا كيفاش باش تقع طريقة الاقتسام، كل واحد كيفاش باش ياخذ بايو منها. ما نجموش نكبروا فيها حاليا، ضروري أنها تكبر في المستقبل، لكن اليوم يلزمنا نعرف كيفاش نحافظوا عليها وما نخلوهاش توفى، ونخليو الصناديق في وضعية اللي ما تمكنش معناها المضمونين الاجتماعيين من الخدمات اللي يستحقوها، وبالخصوص التقاعد والتغطية الصحية. هذه فيما يخص الصناديق الاجتماعية، ونعتقد أن عملية الإصلاح طويلة، لكن تبدأ من اليوم بمرحلتين. مرحلة أولى هي إجراءات إسعافية مستعجلة لاسترجاع التوازن ولو لفترة قصيرة، سنة أو سنتين، ثم معناها تمكننا من أنه نشوفوا الحلول طويلة المدى. تعرفوا اللي الأنظمة التغطية الاجتماعية في العالم عادة تشد 10 سنوات أو 15 سنة ثم تنتهي وتنتفي المفعول متاحها، وضروري إيجاد أشكال أخرى للتمويل. في مجال الشغل والعلاقات المهنية، وفي ظل ارتفاع سقف المطالب المهنية وتعدد المشهد النقابي، هذه إشكالية جديدة، تلقت المصالح الفنية الوزارة خلال شهر جانفي 2012 142 برقية إضرار أمكن من خلال جهود المصالحة
والتوفيق إيجاد حلول صلحية والتفادي شن الإضراب بنسبة بلغت 75%. هذا مثال على المجهود تقوم به الوزارة ومصالح التفقدية العامة للشغل والجهوية والمحلية في مخص الإضرابات. تعرفوا في شهر ديسمبر 60,000 يوم عمل فقدوا في تونس، تمكننا في شهر جانفي بعد معناها تسلم الحكومة من تنقيص تقليص 75% 75% من أيامات المفقودة. تطور الوضع الاجتماعي في المؤسسات ماشي نحو التحسن، وهذه بعض الأرقام. انخفاض هام في عدد الإضرابات مقارنة بالشهر الماضي، عدد الإضرابات 48% وبنسبة 65% مقارنة بشهر جانفي 2011. انخفاض عدد المؤسسات التي شهدت إضرابات ب 45% مقارنة مع شهر ديسمبر وب 58% مقارنة مع شهر جانفي 2011. انخفاض هام في عدد الأيام الضائعة بسبب الإضرابات بنسبة 79% كما قلت لكم. وتجدر الإشارة إلى أن 56% من هذه الإضرابات فجئية ولا قانونية، مما لا يسمح بتفاديها. كما شهد شهر جانفي 2012 انخفاضا كبيرا في عدد الاعتصامات ذات الصبغة المهنية والتي لم تتجاوز 4 حالات. وكان لمصالح الوزارة حرص خاص على متابعة بعض الملفات التي عانت سابقا من توتر المناخ الاجتماعي بصفة ملحوظة، على غرار ملف عملة الحظائر والمناولة والقطاع العام وقطاع المناجم والأعوان البلديين. اليوم احنا نحب نبنيو عقد اجتماعي جديد، وهذا ضروري. بدينا في المشاورات مع اتحاد الشغل والتقينا مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من أجل بناء العقد هذا، وضروري أن تنطلق العملية في شهر مارس بعد ما نقدموا الميزانية التكميلية، نتفرغوا العقد هذا اللي باش يأسس العلاقات الاجتماعية جديدة. بعض الإشكالات تتعرض لنا اللي هي التعددية النقابية. التعددية النقابية اليوم ظاهرة جديدة في تونس بعد الثورة الحرية، جابت التعددية النقابية اللي تخلق لنا بعض الإشكالات، لأنه الحوار في ظل التعددية موش سهل، وهي التعددية تهم العمال والأعراف، لأنه عندنا زاد كذلك الأعراف عندهم معناها تعددية تمثيلية، تكونت كونكت اللي تمثل جزء موش كبير لكن جزء محترم من الأعراف اللي يعتبروا نفسهم ممثلين في كونكت وعندهم وزن. اليوم ضروري أن الحكومة تقوم بعملية تشاورية وتشريك جميع الأطراف في الحوار الاجتماعي. نعرف للقانون العام للشغل واضح أن الاتفاقات تقع مع النقابات والممثلين الأغلبية في القطاعات وفي المؤسسات، هذه مما لا شك فيه، لكن في بعض القطاعات عندنا بعض الإشكالات، أن بعض النقابات اللي هي ضعيفة على مستوى المؤسسة لكن قوية في صنف من الأصناف. مثلا الإضراب اللي كان بشيقع في المترولوجي عند السواق، السواق فقط الأغلبية عند نقابة أخرى اللي هي السي جي تي تي، لكن بالنسبة المجمل الشركة الاتحاد عام للشغل هو الأغلب، وهذه تخلق لنا إشكالات لازمنا نحلوها ونشوفوا كيفاش الحوار هذايا بنلقاوش روحنا في وضعيات غير قانونية وماهيش سهلة. هذه مثال باش نوريكم بعض الصعوبات اللي تلقاها مصالح متاعنا في إدارة الخلافات في المؤسسات، خلافات التمثيل النقابي داخل المؤسسات، وهذه إشكال نحاولوا باش نحلوه بالمرونة وبالحوار، وساعات نلقاو روحنا في وضع معناها غير بسيط. أنا حبيت نلخص التدخل بتاعي في النهاية، وأنه وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل على 3 مجالات. المجال الأول هو الفقر ومساندة معاضدة العائلات المعوزة ومقاومة الفقر، وعندنا برنامج مرحلي قدمناه لكم فيما يخص
إعانة العائلات المعوزة، لكن كذلك عندنا برنامج استراتيجي في عملية المسح وفي عملية إعانة العائلات على إيجاد مورد رزق أترافير لاميكروفينانس، باعتبار معناها المالية الصغيرة أو كيفاش تسميها. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا فيما يخص العلاقات الشغلية والمناخ الاجتماعي العام دور هام، وإحنا اليوم نجم نقولوا في ظرف شهرين مكننا البلاد من الهدنة الاجتماعية ولو معناها مازالت غير مستقرة، لكن تمكن على الأقل الانتعاشة الضئيلة ليعيشها الاقتصاد التونسي وإعادة البوادر متاع استرجاع مثلا قطاع كما قطاع السياحة نشاطه وحيويته. المجال الثالث هو معناها التغطية الاجتماعية وضرورة أنه نحضر رواحنا لإصلاح منظومة التغطية الاجتماعية، وهذا عمل طويل وطويل المدى. وشكرا.